بنحلم لبكره. اهلا وسهلا بحضراتكم، بنواصل حوارنا مع ضيف العزيز المهندس احمد الغرابي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانيه حول بعض الملفات الشائكه والتي رغم التوضيحات ما زالت ملتبسه وغير واضحه عند البعض. سيادة الوزير، من الملفات اللي طرحت كثيرا واتكلمنا فيها وفي البرنامج ده اكثر من مره، ومع ذلك عايزين نسمع من الشخص الاول المعني بهذا الامر او الذي طالته نيران. انا افضل التعريف ده. طيب. هو ليس الشخص الاول المعني، لانه لما هتسمع القصه يعني، ما انا عشان كده بقول الذي طالته نيران ربما كان بعيدا. طالته نيران ده اصح فعلا فيها. طيب، قريه توت امون ايه حكايتها بالظبط؟ شوف، اولا يعني لما يطلع احد الساده عضو مجلس الشعب الاخ هشام خليل ويعلن ان هناك جزيره في النيل في وسط اسوان، جزيره في النيل في وسط اسوان، نعم، مساحتها 238 فدان بتباع ب 84 مليون جنيه، وبتشتريها شركه في للوزير المغربي ملكيه فيها. دي تبقى أكبر عملية سرقة شهدتها مصر في العصر الحديث. قال فيما إن قيمتها تصل إلى مليار. لا يعني في فدان في النيل في جزيرة في قلب مدينة أسوان يكون ثمنه أقل من 3 مليون جنيه. لما أضرب 3 مليون جنيه في 238 فدان نعمل لنا حسبة كده بتاعت 700 مليون. إزاي هذا يباع ب 84 مليون؟ ب 84 مليون. وبناء عليه بقى دي الجزيرة اللي على الشاشة يا فندم؟ لا، ما انا هجي لك بس قبل ما نقول الجزيره اللي على الشاشه. طبعا دي الجزيره على الشاشه لحد ما السيد الوزير يتكلم. بس انا ايه، وبناء عليه يطلع بقى الزوبعه دي كلها، ويطلع انا هقرا لك من محضر عشان قبل بس ما اعلق. اتفضل. هقرا لك من محضر الكلام اللي اتقال في اللجنه الاقتصاديه على لسان النائب هشام مصطفى. فلقد قامت شركه مصر اسوان بطرح جزيره امون للبيع، وحيث أنني قمت بزيارة هذه الجزيرة وكان يوجد عليها فندق في غاية الجمال، ثم عملت مزايدة علنية وفازت بها شركة جزيرة أمون مش عارف إيه إلى آخره. يعني كل كلامه وكلام النائب الآخر فريد إسماعيل اللي هو نائب من المستقلين، برضو هقرأ لك اللي قاله أنا ما لغاية دلوقتي ما علقتش. انه تقدم بطلب احاطه بشان بيع جزيره امون، فانني اعلم انها محميه من المحميات الطبيعيه، وتعجبت كثيرا من التصرف فيها بالبيع، حيث يتم بيعها اخيرا لشركه بالم هيلز بسعر 80 جنيه للمتر، يعني 84 مليون جنيه، وهي كما نعلم جميعا موقعها الفريد من قلب نيل مصر، واعتقد انه لو تم عرضها بشفافيه ووضوح لقدر لها عرض بيع بمبالغ اكبر من هذا العرض بكثير. لا، ده انا بقول له دي لو كانت فعلا جزيرة أمون أيها الأستاذ المحترم كان يبقى تمنها مشتى 84 مليون، كان يبقى 800 مليون. نعم. الشيء بقى الغريب إن الاتنين دول، وواحد منهم بيقول لك أنا رحت الجزيرة وشفتها وأعجبت بيها، اللي بنتكلم عليه ليس جزيرة أمون. دي جزيرة أمون دي كلها دلوقتي أنا عايزك توريها على الشاشة، مساحتها أقل من 5 فدادين، يعني مساحتها 20,000 متر. هاتوا لنا يا جماعه يعني الصوره بتاعت جزيره امون. ازاي واحد يقول انا رحت على جزيره وما يعرفش الفرق بين 20,000 متر؟ هي دي. وما يعرفش الفرق بين 20,000 متر و 238 فدان يعني مليون متر. نعم. فاللي احنا بنتكلم عليه وهو موضوع البيع من شركه مصر اسوان، بنتكلم على قريه توت امون. ما جزيره امون دي بتاعت مين يا فندم؟ جزيرة أمون دي ملك شركة إيجوس التابعة لوزارة الاستثمار. نعم. ومعطاة بحق انتفاع لمستثمر من فترة طويلة، ليس موضوعنا. طيب، بقول لك لا بس إن لما يثار على هذا المستوى ويحصل على هذا الإعلام إن تم بيع جزيرة في أسوان 238 فدان، لا يا جماعة، من 5 فدان ل 238 الجزيرة حجمها بالكامل 5 فدادين، وبعدين تقف تقول ده أنا وقفت عليها وجميلة، يعني هل الاستهانة
بمقدرات الناس وبما نعرضه من الاستهانة بكل ده بالبساطة دي. ليه ما تردش على الأستاذ هشام خليل في المجلس؟ ما شوف، هو في أمور، في أمور ده تم يوم يعني في نهاية الأسبوع، وموضوع انتهى في الجلسة دي، الحقائق بانت في نفس الجلسة وقفلت هذه الجلسة على انه السعر دي ليست الجزيرة، ودي قرية توت امون اللي هي جنوب جزيرة امون بحوالي 15-20 كيلو، وتقع على بحيرة السد العالي، وقفت الجلسة على هذا الكلام بقى اللي اتاخد ان دي الجزيرة وبناء عليه دي تساوي 800 مليون. انا بقول للناس دول اتقوا الله، دي قرية توت امون دي قرية توت امون. كويس قوي ان انت بتبص على الخريطة اللي فوق دي، في فوق في الشاشة دي جزيرة امون. نعم. وعليها فندق اسمه فندق جزيرة امون اللي. نعم. تحت دي ورا السد العالي، وده الممر بتاع المطار، دي قرية توت امون اللي هي بتتباع. أنا 238 فدان، 238 منهم فدان. 38 فدان مشكلة، وأعاقوا التسجيلات ولهم فيلم تاني. لا دي قصص خاصة بالشركة، ووضحها رئيس الشركة. أنا كمستوى كوزير مش هتحدث فيها طبعا. أنا كل اللي بقوله إن أنت تدخل وتعرض على الرأي العام بهذه البساطة أن هناك عملية سرقة ضخمة ب 700-800 مليون من قبل شركة مساهمة مسجلة في البورصة. الناس دي حتى مش فاهمة يعني ايه شركه مساهمه في مسجله في البورصه. يعني ده الشركات المساهمه دي شركات فيها افصاح كامل عن كل ما يدور فيها، لان من حق اي واحد من العشر تلاف مساهم دول ان يسال هذه الشركه على اي تصرف من التصرفات بتعمله. اداره البورصه بتتابع الشركات دي، بتصدر نشرات ربع سنويه تقول هي عملت ايه، اشترت ايه، باعت ايه، كل الكلام. فالكيان اللي هو الشركه المساهمه لا يصلح فيه. انا هرجع بس للنقطه دي، انا قريت لك اللي السادة الاثنين دول قالوه في الجلسة، والورق ده محضر الجلسة بتاعة اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب. لم يلتفت أحد بعد كده إلى ما قاله رئيس الشركة البائعة اللي هي شركة مصر أسوان، لم يلتفت أحد إلى هذا، وكل مسك في الكلمتين اللي قالوهم الاثنين اللي هم يعني الحقيقة كنت أفترض إن هم يتعبوا نفسهم يفهموا الفرق بين جزيرة أمون والفندق المقام عليها المسمى بفندق جزيرة أمون وقرية توت أمون وشركة جزيرة أمون. وللأسف بقى شوف، ما في ساعات بعدين على فكرة في الحياة الأقدار في حاجات أقدار، يشاء القدر إن المشتري الأول لقرية توت أمون دي شركة جزيرة أمون، عمل الشركة وسماها إيه؟ شركة جزيرة أمون. فطبعا في مجال للخلط، إنما لما يكون أنا بدخل من هذا المنبر القوي اللي مسموع وأطرح مثل هذه القضية، والقضية الاستنتاج بتاعها أن هناك عملية نهب لأموال هذه الدولة ب 700 مليون جنيه، كنت أتوخ كان يجب أن الناس دي تكون أكثر حذرا. هو من حقه طبعا حسب القوانين اللي بتنظم عمل المجلس الشعب، هو من حقه يقول ما يحلو له داخل المجلس، إنما أنا بعتقد أن يجب أن يكون هناك مسؤولية لما بتبتدي الامور تتعلق بسمعه الاخرين. جزيره امونة هي على الشاشه مساحتها 5 فدادين، اللي الاثنين قالوا انها جزيره ومحميه، وواحد منهم تطوع انه راح واعجب بها جدا، وهو لا يدري ولا يرغب ان يسمع او يفهم انها لا جزيره. ايه مصلحته يعني ربما؟ لا ده